وصباح الجد والاجتهاد، صباح حافلات المدارس التي تأخذ الطلاب إلى مختلف مدارسهم، وصباحهم وهم سيرددون بعد قليل بكل الهمة والنشاط والحيوية في طابور الصباح. يا رب نحفظ لنا جلالة السلطان. صباح الخير للمعلمين والمعلمات، لكل العاملين في القطاع التربوي، والمشاركة الصباحية الأولى في صباح المدارس مع الطالبة الزهراء بنت حميد بن علي العيسائية الزهراء من مدرسة الاستقامة للتعليم الأساسي بولاية صحار، وهي في الصف الرابع. السلام عليكم زهراء. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. أنت كم عمرك الزهراء؟ 10 سنوات. العمر كله يا الزهراء إن شاء الله. أنت دائما كذاك نشيطة؟ نعم. كيف الدراسة معك؟ ممتازة. إيش أكثر مادة أنت شاطرة فيها وتحبيها؟ كل المواد. الله على الزهراء. طيب يا الزهراء، إيش بتشاركينا في صباح المدارس؟ أولاً سألقي لكم قصيدة بعنوان عمان المكارم. الله، يلا نسمع عمان المكارم. تهندم يا صباح النور ورحب بالحضور وعد قصائد تأثر الأشعار ثم تعتق قوى فيها. تهندم ما حجم مثلك وخلك واثق معتد، لأن السلطنة بحضورها تغري أماسيها، وحول مدها الجزر وخلي جزرها يمتد. على ليل الشعر غني ترنم في معانيها، ولعينك يهتدي ليل الدجا يا نجم يا فرقد، عسى تكرم مدن هالكون رجل عيون مغليها. ولا يا حرفي السامي تهيا مع عظيم الود إلى ذيك الثرية، ما عليك إلا تناديها. وهيا يا شعر ضيا من وجوه الفرح والسعد، وجوه كنها الأزهار لا فاحت نواديها. وتسلطن يا فكر في سلطنة بحروفها الفرقد، وتفنن يا شعر ديرة نبت عز بحصابيها. وعز الدار وأهل الدار وزف المجد لأهل المجد، وهني القاف لمن حضر جناب السلطنة ومن فيها. أي عمان المكارم من روافدها قد ترعد لبانك خض بضماها، ونجيلك قام يسقيها، ونخيلك ألبسك من هابة الديباج والفرند قواميرا تخاف الريح لو تصدم بواسيها. أخي للمدح أخي للمدح حاري فزلق قابوس أو يسجد على اسمك تثول المرجلة نخوة أهاليها. شمالي للنوى متجمعة ما ودها تبعد، يسابقها الهوى القابوس يا قابوس حييها. رواها الطيف تاريخك تصدر لك كأنك ورد، حضارة وافية لشعبك وشعب خير وافيها. عسى عمر البشر قابوس يفدي عمرك ويمتد، ويحمي السلطنة ربي تحت عرشك يحاميها، ويحمي السلطنة ربي تحت عرشك يحاميها. الله عليك. عفوا 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 يا الزهراء. الزهراء من كاتب هذه القصيدة الجميلة؟ أبوي. تحية لأبوك، وما شاء الله عليك، أنت زينت القصيدة بإلقائك الجميل. انت القيتي هذه؟ عفوا يا الزهراء، انت القيتي هذه القصيده في المدرسه؟ ايوه القيتها مره في العيد الوطني. وهذا العيد الوطني ايش بتلقي؟ هذا العيد بعد ان شاء الله اعيدها. هي ما ماشي قصيده ثانيه بتقوليها؟ في قصيده ثانيه بس ان شاء الله اشوف احلى واحده وبختار عاد. طيب يا الزهراء، وايش بتسمعينا بعد غير الحين؟ بقصي لكم قصه، يعني بقرا لكم قصه. من مؤلف القصه؟ قصه انت قرأتها؟ يعني قصة شاريتها. انت قريتيها وتقولي لنا اياها الحين صح؟ هي. يلا نسمع القصة يا الزهرة. عنوان القصة ضرورة مساعدة الأم. هذه القصة حدثت بالأمس، رجعت من المدرسة وذهبت إلى الغرفة، كنت متعبة فأردت أن أستلقي إلى في فراشي، وفجأة نزل الفراش إلى الأرض، رفعته فوق سريري ولكنه وقع مرة أخرى.
رفعته مرة ثانية فنزل إلى الأرض مرة أخرى. نظرت إليه فرأيته غاضبا. قلت له: أيها الفراش العزيز، لما أنت غاضب علي؟ فصرخ في وجهي وقال: لأنك لا تحبين أمك. قلت له: ما هذا الكلام؟ من قال لك ذلك؟ وقف الفراش وقال: يا للأم المسكينة مسكينتي، تغسل الملابس، فهل قالت لك ساعديني؟ فنكست رأسي من الخجل، ثم قلت: لا. واصل فراشي كلامه وقال: وتكنس المطبخ، فهل طلبت منك المساعدة؟ لم ينتظر الفراش مني الجواب، ولكنه قال: في كل يوم تطبخ لكم الأكل وتعد لكم العصير ولا يساعدها أحد؟ وبدأ الفراش بالبكاء، فبكيت حينما رأيت فراشي يبكي. ثم قلت له: أرجوك كف عن البكاء، بكاؤك يقطع القلب. فأجابني قائلا: الأم المسكينة تريد من الأولاد أن يرتبوا فراشهم، ولكن الأولاد الكسالى لا يطيعون أمهاتهم، أليس كذلك؟ سألني الفراش فسكت ولم أجب، ولكنني قمت فوضعت الوسادة فوق الكرسي ورتبت الفراش، ثم وضعت الوسادة فوقه. وعندما جاءت أمي رأت الغرفة مرتبة فضمتني وقالت: يا للمفاجأة الحلوة، أحسنت يا ابنتي، أنت نعم البنت. ففرحت وفرحت أمي وفرح الفراش وعم الفرح أرجاء البيت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الزهراء أنت صف كم؟ أنا صف رابع ثاني. ما شاء الله عليك، لقائك جميل ولغتك جميلة ما شاء الله. شكرا. عفوا يا الزهراء، كيف عرفتي تقرأي بهذه الطريقة الجميلة؟ من اللي علمك؟ أنا طبعا من كنت صغيرة متعودة أني أقرأ. ما شاء الله عليك يا الزهراء. زين، ايش بتقولي لنا بعد غير نحن نريد نسمع منك واجد اليوم؟ كذلك أستاذ راشد، لدي قصيدة بمناسبة اقتراب العيد الوطني 47 المجيد، وهي قصيدة مهداة إلى والدي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وجميع أهلي في عمان الحبيبة. ما شاء الله عليك، والله أنت أجمل قصيدة يا الزهرة. يلا نسمع القصيدة. بكم يزهو ويفتخر الكلام، وفكر الأرض ألهمه الغرام، كأن الأرض في الأشواق قلب، ومن في الأرض كلهم هيام، لأن الأرض إن غرست بحب يستيورق في حناياها الوئام، وأنت الحب أنت لها ربيع، وأنت الزهر أنت بها الخزام، وأنت الغيث هطال بخير، وكفك في الورى سحب غمام، بذلت العمر في تعمير أرض عمان العز عمرها الهمام، نحبك والدا وأبا عطوفا، ومن في حب والده يلام، نحبك قائدا بالوعد وفى عظيم الشأن يتبعه العظام، أيا قابوس مذ أبت حكمتم تجلى النور غادرنا الظلام، لكم من عام 70 امتثال، فلا فتن تقام ولا انقسام، ونحن السيف في وجه الأعادي، وأنتم سيد السيف الحسام، ونحن سلامك المنشود دوما، ونعرف أننا شعب سلام. الله يا الزهراء، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الزهراء، من اللي علمك هذا الإلقاء الجميل؟ أبويا. تحية كبيرة لأبوك، سلمي على أبوك. زين؟ زين. وهذه الكلمات لحن من القصيدة هذه الجميلة؟ هذه إلى والدي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. اللهم آمين يا رب. لكن من اللي كتب هالكلمات؟ أبوك بعد؟ أيوة أبوي. ما شاء الله، أنتوا عائلة أدبية شعرية. الزهراء، نحن نريد نسجل هذه القصيدة بصوتك مرة ثانية، لأن إلقائك جميل ما شاء الله عليك. إنزين، يعني أعيدها؟ عيديها من يوم بديتي قابوس وأنت الحب. أنت الحب، البيت الرابع والخامس. أنت ما شاء الله عليك الحين في الصف الرابع وكذاك متميزة لما تكون. يلا يلا نسمع. أيا قابوس
أبوسم وذئبتي حكمتم، تجلى النور غادرنا الظلام، لكم من عام 70 امتثال، فلا فتن تقام ولا انقسام، ونحن السيف في وجه الأعادي، وأنتم سيد السيف الحسام، ونحن سلامك المنشود دوما، ونعرف أننا شعب سلام، سلام سيد الغالي سلام، من الوجدان يضمره الكلام، من الوجدان يضمره الكرام. الله 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 عليك يا الزهراء. الزهراء، البيت الثالث أو الرابع من القصيدة، أنت الحب. شوفي. أيوة عرفته. يلا قولي لنا ذاك البيت، قري لنا يا. وأنت الحب، أنت لها ربيع، وأنت الزهر، أنت بها الخزام، وأنت الغيث، هطال بخير، وكفك في الورى سحب غمام. الله 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 عليك يا الزهراء، ما شاء الله عليك يا الزهراء، اليوم صباحنا مختلف بصوتك الجميل. تعرفي شيء الزهراء؟ ليش؟ نحن ودنا ما يخلص هذا الاتصال، مستمتعين معك جدا. زين شو بتقولي لنا بعد غير؟ أتقدم بداية لك لحظة 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 الزهراء الزهراء، نحن ما نريدك تختمي. لحظة الزهراء، نحن ما نريدك تختمي، نريد نسمع شيء بعد غير. عندك قصيدة؟ قصيدة؟ أيوة، حافظة قصيدة، أبيات من قصيدة، قصة ثانية؟ حافظة؟ زين حافظة. حافظة إيش؟ قصة ولا كل يعني أشعار من الكتب، يعني قصيرة ما وايد كبيرة. عن إيش؟ عن إيش الأشعار؟ عن عمان؟ عن يوم الطفل العربي. يلا نسمع بعض الأبيات. اتركوني ألعب وأجري ألاحق الفراشات في طفولة، وأسابق النهر في غباوة، وأقطف الأشجار في شقاوة، وحين أتعب أتوسد العشب الأخضر، فأنا طفلة وأريد أن أظل طفلة. الله عليك يا أجمل طفلة يا الزهراء. الزهراء؟ نعم. كيفك مع الدراسة في بقية المواد العلمية؟ كيفك مع مادة العلوم؟ الحمد لله. إيش درسوكم في العلوم هذه الأيام؟ هذا الصف الرابع؟ الكائنات الحية والبيئات. انت تشاركي في الاذاعه المدرسيه؟ ايوه انا مشاركه في اذاعه مال يوم الطفل العربي. ما شاء الله يا الزهره، انت المفروض تكوني رئيسه جماعه الاذاعه في المدرسه. انزل لما تكوني كبيره ايش تريد تكوني ان شاء الله؟ اكون معلمه ان شاء الله. معلمه اي ماده؟ احب لغتي. الله يوفقك يا الزهره، وإن شاء الله يكون على يدينك طالبات كذاك مثلك بعد يعرف أن يقول القصائد بطريقة جميلة إن شاء الله. طيب يا الزهراء، إيش بتقولي شكرا لمن؟ أتقدم بداية لك الأستاذ راشد بشكري وعرفاني وثنائي وامتناني على الاستضافة الكريمة، كذلك جميع القائمين على برنامج طلاب المدارس، وخاصة منسق البرنامج الأستاذ سيف الهلالي، والمخرج المتألق سلطان المعمري. المخرج اليوم أسعد الرئيسي يوجه لك تحية بعد يا زهرة. طيب يا عادي أكمل؟ عادي تكملي طبعا. كذلك أستغل هذه السانحة لأتقدم بالشكر الوفير لمديرة مدرسة الاستقامة وجميع المعلمات الغاليات وزميلات الطيبات، وأخيرا لا أنسى بالشكر والدي ووالدتي وجدي وجدتي وعلى جميع أفراد أسرتي على كل شيء قدموه لي وما زالوا يقدمونه. شكرا. وعفوا يا الزهراء المتميزة، خلاص نحن بنسميك الزهراء المتميزة. زين أقول لك، ممكن نطلب منك طلب؟ طلب عادي. ما بنثقل عليك عادي؟ صح؟ عادي ما بنثقل عليك لو طلبنا منك طلب؟ أيوة عادي. زين نريد نسمع مرة ثانية القصيدة اللي قلتيها الأخيرة اللي فيها أنت الحب. الأخيرة؟ أنت الحب. أيوة. زين أول حتى أول خمسة أو ستة أبيات منها. زين بكملها هيك كبرها. يلا نبدأ. أقول لك نريدك تبدأي من أنت الحب، البيت الثالث أو الرابع. الرابع. يلا قولي. وأنت الحب، أنت لها ربيع، وأنت الزهر، أنت بها الخزام، وأنت الغيث، هطال بخير،
وكفك في الورى تحب غمام بذلت العمر في تعمير أرض عمان العز عمرها الهمام يحبك والدا وأبا عطوفا ومن في حب والده يلام نحبك قائدا بالوعد وفى عظيم الشأن يتبعه العظام أيا قابوس مذ أبت حكمتم تجلى النور غادرنا الظلام لكم من عام 70 امتثال فلا فتن تقام ولا انقسام ونحن السيف في وجه الأعادي وأنتم سيد السيف الحسام ونحن سلامك منشود دوما ونعرف أننا شعب سلام سلام سيد الغالي سلام من الوجدان يضمره الكرام من الوجدان يضمره الكرام الله 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 وعفوا 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 يا زهرة نحن نتمنى يوم من الأيام تجي معنا هنا للاستوديو زين زهرة؟ إن شاء الله طيب سلمي على كل زميلاتك في المدرسة سلمي على أهلك وإن شاء الله متواصلين دايما بالخير شكرا لك الزهرة السلامة. مع السلامة يا الزهراء شكرا لهذا الألق الجميل لهذا التميز لهذه البداية المشرقة والرائعة من الطالبة الزهراء بنت حميد بن علي العيسائية من مدرسة الاستقامة للتعليم الأساسي بولاية صحار في الصف الرابع أمنيتها في المستقبل أن تكون معلمة لغة عربية شكرا لكل من يزرع هذا الحب لعمان العظيمة لقائد عمان في نفوس الطلبة والطالبات شكرا لكل من يهتفوا بأعلى أصواتهم نحبك قابوس